قمنا بافتتاح المفرزة الطبية في المأمون، وهذه المفرزة أو المركز الصحي الذي تعرض إلى أذى كبير من قبل عصابات داعش الإجرامية، وبجهود ذاتية ومن قبل دائرة صحة نينوى والكوادر الهندسية قمنا بترميم وتأثيث هذا المركز الصحي الذي سيقدم خدمة كبيرة لأهالي محافظة نينوى، وخصوصا هذه المنطقة من الجانب الأيمن من محافظة نينوى. وسنقوم كدائرة صحة نينوى برفت هذا المركز بكل الكوادر الطبية التي تستطيع تقديم الخدمة للأهالي. نحن ماضون إن شاء الله على تقديم الأفضل، وسنعيد بناء مؤسساتنا الصحية وبكل قوة بعون الله تعالى. تم افتتاح اليوم المفرزة الطبية في شقق المأمون من قبل مدير عام صحة نينوى، وكانت مبادرة من قبل منظمة فرنسية، وأتممنا بعض النواقص بإيصال التيار الكهربي. مشكور مدير كهرباء نينوى السيد أستاذ زيدان بإيصال خط طوارئ إلى هذه المفرزة، وكان هناك يعني بجهود ذاتية من قبلنا تبرعنا ببعض النواقص التي موجودة في المركز الصحي. هذا شيء بسيط نقدمه لأهالي هذه المنطقة، وكان مهمل هذا يعني هذه المفرزة، وستقدم يعني عمل وجهود كبيرة جدا ستقدم للمواطنين في هذه المناطق.